أهم حاجة، وإزاي إن العبادة مهمة جدا. التوبة دي تيجي إزاي غير إن الإنسان يرجع لله، وإن الإنسان يكون في عبادة لله، صلاة وصوم وصدقة، وإن الإنسان يكون محبته لربنا إنه يبذل في الصوم المقدس. في هذا الأسبوع بتحط قصادنا أسبوع مشهور جدا باسم أسبوع الإيه؟ حد الإيه؟ حد الإيه؟ الكنوز. اكنزوا لكم كنوزا في السماء، الكنوز. فالكنيسة عايزة تقول لنا الكنز بتاعنا فين، كنزنا ايه، كنزنا ايه هو. فلو جينا نتكلم عن الكنوز نبص نلاقي ان الكنوز اللي كل واحد له في دماغه في ايه، بيدور على كنز. زمان كان موضوع الكنز ده ايه، الكنز ده حاجة تأمن الانسان، يقعد يحوش يجيبها بالتحويش، يجيبها بأي طريقة، بس يبقى عنده كنز، وهو الكنز دوت يبقى مطمن له. فالكنز لما إنسان بيبقى عنده الكنز بيبقى مأمن المستقبل بتاعه، فحاجة لقدام لتأمين المستقبل بتاعه. فهنا بيقول لنا اكنزوا لكم كنوزا عشان المستقبل، مش عشان دلوقتي. يمكن يكون بياكل دلوقتي وبيشرب دلوقتي، بس همه اللي ايه، اللي جاي، فيعمل حسابه عشان اللي جاي. فهنا بيقول لنا ما تكنز لكمش كنوز على الارض، اكنزوا كنوز في السماء. الكنز اهم، غالي جدا عند الانسان لانه ذو قيمه عظيمه. واحد قدماء المصريين كانوا يحطوا السبائك بتاعتهم الذهب معاهم فين؟ معاهم في القبور بتاعتهم، ده الكنز بتاعه. سبائك ذهب، اغلى شيء عندي هو ده الكنز اللي هيأمني، لانه ده يساوي حياتي. لو انا ما تأمنتش نفسي فيما بعد يبقى ضعت. فكانوا الناس بيبصوا البصه دي. لكن هنا المسيح بيقول لهم ان كنوز الارض اللي انتوا بتكنزوها في الارض ايه؟ هتفنى. اكنزوا كنوز تانية، سيبكم الكنوز ديت. عشان كده نسأل كل واحد الكنز بتاعك ايه هو. ساعات كده واحد يبقى حاطط في باله صحتي هي الكنز بتاعي، فيقعد ياخد باله من صحته قوي 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 قوي، لكن بعد شويه يلاقي الصحه بتضيع. او واحد كنزي هو المال بتاعي، ان انا محوش تحويشه وكل يوم بحوش التحويشه دي، بحط فوقيها 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 عشان تنفعني اللي جاي، وبعدين فجاه يلاقي ان ايه، ان التحويشه ما نفعتش. الدولار مش عارف طلع، مش عارف حصل ايه، حصل تغيرات، جه ظرف صعب قوي، خد اللي قدامه واللي وراه، اي حاجه زي كده، ضاع الكنز. فالكنز بتاعي شكله ايه؟ في ناس تانية تحط الكنز بتاعها مثلا في ايه، في اولادها. اولادي كلها حلو وجميل وحلو، لكن بعد شويه يقول انا ايه، ما عملتش حساب ايه حياته الابديه. يلاقي اولاده كبروا وهو ايه، رايح السماء. طب وبعدين لما اجي اروح السماء هينفعوني اولادي بايه، او اصدقائي بايه، او عملي؟ ساعات حد ناس تانية تحط الكنز بتاعها هو العمل، العمل بتاعي والايه، ازاي بيكبر 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 عملي ومركزي. طب بعدين فجأة شوية جه وقت من الأوقات وإيه، طلع معاش، البيزنس بتاعه خلص لأي سبب من الأسباب، الدنيا اتغيرت زي ما بتشوف التقلبات، راح منه الكنز بتاعه، ما بقاش كنز خلاص. عشان كده بقول خلي بالكم كنوز الأرض مالها، بتفنى. الكنوز اللي في الأرض بتفنى، لكن في كنوز تانية. يقول لنا في كتاب مقدس كده ان في كنوز تانية، يعني مثلا يقول لنا ان مخافة الرب دي كنز. مخافة الرب دي كنز، ربنا كنز لك عنده. لما بيكون بتخاف الله في نعمة جواك، في نعمة جواك، انت بتخاف الله. فاكر قصة بسيطة كده، حد بيحكي بيقول دخل يشتري حاجة من محل كله أزايز وبتاعه برفانات بتاع، فبتقول الست اللي دخلت بتقول فجأة كده مش عارف حصل، الدولاب اللي محطوط فيه أو الفاترينا اللي محطوط فيها اتهزت، فوقعت كل الحاجة، وقعت على الأرض.
فالراجل صاحب الشغل قال له ما تخافش يا ابني للصنايعي اللي معاه، انا دافع عشور كل الحاجات دي كلها. هو حاسس ان ربنا راضي عليه، وان هو ايه، وان هو في عمار بينه وبين ربنا. عشان كده بيقول له ما تخافش، ما تخافش، اللي يحصل يحصل، بس ما تخافش، انا دافع عشور الحاجات دي كلها اللي محطوطة على الرف. فمخافة الله، مخافة ربنا، حاسس ان ربنا ليا عنده كده محبة، ليا عنده حظوة كده، هيهتم بيا، مش هيسيبني. فالكنز بتاعي هو مين؟ هو ربنا. الكنز بتاعي ومخافة الله، النعمة. عشان كده يقول لنا ايه، خلي بالكم، يقول من فضلة القلب يتكلم الايه، اللسان. القلب هو الكنز، القلب هو ايه، من الانسان الصالح، من كنز قلبه الصالح. الله، ده فيه كنز بقى في القلب بقى، كنز، من كنز قلبه الصالح يخرج الصالحات. كنز ايه ده؟ الانسان الصالح كنز ايمان بربنا، وهو بيقرا كتاب مقدس يلاقي الكتاب المقدس يعلمه ايمان عن ربنا. كنز نعمه جواه، سلام جواه، مكنوز جواه، لما يجي مشكله ولا ضيقه ما يتهزش، ما يتقلبش بسرعه، ما يكونش كالعصافه او الهباء الذي تزر ريح الريح عن وجه الارض. لما تيجي حبه ريح شديده كده ممكن تاخد الورق والقش والبتاع تزريها بعيد، لكن الانسان بتاع ربنا اللي كانس جوه ايمان وثبات ومحبه لله وسلام جوه وفضايل جوه، تلاقيه ما يتهزش بسهوله، ثابت. عشان كده اللي يقول اللي يبني ايه، زي ما يكون بيسمع كلام المسيح ووصاياه ويعمل به كانه باني على الصخر ثابت. فهنا الكنز جوه قلبه. بعيد عنكم ممكن واحد تاني يكنس كنوز وحشة، لذات وشهوات وأفكار وحشة وحاجات وحشة قوي، تبصوا تلاقيه بعيد عنكم، أي دي أي شدة راح خالص، فين اللذة، فين ده كله، راحت. إذا كنوز الأرض تفنى، لكن في كنوز روحية، كنز في السماء. الكنز السماء ده اللي هو زي ما بقول لكم ملكوت السماوات، معرفتي بربنا. لما اروح في السماء فوق هيقول لي يا ده انت عارفني، في عشرة بيني وبينك، في معرفة كبيرة بيني وبينك، وليك عندي محبة كبيرة قوي. ده كنز فوق في السماء. ادخل الى فرح ايه سيدك، تعالوا الي مبارك ابي، رسل ملك المعد لكم منذ تأسيس العالم. الصدقة، انسان محب ويرحم الآخرين، فهنا بقى له رصيد رحمة فوق في السماء ان ربنا يرحمه زي ما هو رحم الايه الآخرين. الكنز بتاعه هو، الكنز بتاعه هو الرحمة اللي عملها. عشان كده الكنز بتاعك ايه، والكنز بتاعك ايه، ايه الكنز بتاعك، هل ليك كنز في السماء ولا ملكش كنز؟ ناخد بالنا كمان ان الكنز ده اللي هي ايه، كانوا بيحوشوه. يعني اللي بيكنز بيعمل ايه، يعني بيعمل مجهود، يقتطع منين، بيقتطع من مصاريفه عشان يحط يكنز. يكنز يعني كلمة يكنز كمان يعني يدخر، لما ترجعوا لكلمة يكنز يعني ايه، يعني يدخر حاجة فوق حاجة فوق حاجة لما يبقى كنز. فالكنز ده بيتعمل، يعني في مجهود لازم يتعمل. وانت عايز، ولا انت عايز يبقى لك كنز فوق في السماء من غير ما تتعب؟ مش ممكن، لازم يبقى الكنز ده ايه، لازم يتعمل الكنز ده. فاحنا بنكنس في حياتنا اليوميه كل يوم المعرفه ربنا، المشاعر الروحيه اللي بناخدها، العمل اللي بنعمله دوت بحب قاعد لنا، كل ده الكنز. كل يوم بكنس حبه بحبه بحبه بحبه. الصلوات اللي بنصليها، تقول لي انا هضيع ربع ساعه ولا تلت ساعه ولا نص ساعه في الصلاه الصبح، وانت عايزني نقرا الانجيل مش عارف ايه، وانا ما عنديش وقت. ما هو يا حبيبي انت بتكنز، هيقعد لك، هيقعد لك ده كله الكنز بتاعك. انت فاكر ايه؟ امال عايز كنز بس وخلاص، كنز جوه قلبك وكنز في السماء وعايز ده كله، وانت ما انتش عايز تبذل، هتجيب الكنز منين؟ فالكنز لازم ايه، لازم ايه، الانسان يتعب عشان الكنز ده، ويبيع كمان، مش يتعب بس ويبيع كمان. انتوا عارفين المثل قاله السيد المسيح له المجد، المثل المسيح للمجد، ان يشبه ملكوت السماوات راجل، والراجل ده لقى حقل، وبعدين الراجل بحث وفهم كده، طقس وفهم ان في كنز في الحقل ده، فعمل ايه، فباع كل ما له واشترى ايه الحقل ده عشان في كنز. بولس الرسول عمل كده،
بولس الرسول عمل ايه؟ خسر كتير، كان راجل فريسي، راجل معلم للناموس، راجل له كرامة، راجل عظيم جدا مشهور. فجأة بولس الرسول ساب ده كله، كل ما كان ليه حسبته ايه؟ خسارة ونفاية، خسره من اجل فضل معرفة المسيح ربي. عشان كده المسيح هو الكنز بتاعنا اللي بنبيع علشان ايه؟ نبيع اي حاجة عشان نشتري كنزك، هو ده كنزك. هتقولي طب ما حبة كده وحبة كده يعني؟ اقول لك لا، ما ينفعش. اللي بيكنز بيكنز في اتجاه واحد بس. يعني ايه؟ يعني لو الكنز بتاعي العالم وشهواته وفلوسه وملذاته وربنا، الاثنين كنزين، ما ينفعش. المسيح قال ما ينفعش، قال لا يقدر عبد ان يخدم ايه؟ اتجاه قلبك في اتجاه واحد، مش ممكن اتجاه قلبك يكون في اتجاهين، لانك القلب دايما، القلب لما بينفعل بينفعل بحاجه واحده، دي طريقه القلب والمشاعر. يا اما انت بتاع ربنا وتركز بقى، يا اما ايه؟ ولو جت حاجة وحشة ولا بتاع تطردها عنك، يا إما هتنغمس في السكة التانية وهتلاقي نفسك بتهمل في ربنا، بتهمل 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 بتهمل. عشان كده الكنز بتاعك لازم تختار الكنز بتاعك من دلوقتي، وتبقى عارفه وتسعى له، تسعى له. عشان كده نلاقيه إن في الإنجيل اللي تقرأ بيكلمنا على العين البسيطة، إن كانت عينك بسيطة فجسدك كله نير. يعني إيه عيني بسيط؟ يعني عينك بتشوف كويس ولا لأ، تميز الكنز الحلو من الحاجة الوحشة الفلص ولا لأ، عينك بتميز إيه؟ شايفة الكنز الحقيقي وعارفاه؟ العين دي جميلة لما تبقى جميلة، لو العين مش قد كده مش هتشوف. عشان كده حتة جميلة عجبتني أوي النهاردة في الإبراكسيس اللي اتقرا عن بولس الرسول، معلمنا بولس الرسول لما راح لحنانيا قال له ايه؟ خلوا بالكم، لما راح لحنانيا فقال له الآتي حنانيا. حنانيا يقول وأن رجلا اسمه حنانيا تقيا بمقتضى الناموس مشهود له من جميع اليهود القاتلين جاء إلي وقف عندي وقال لي، خلي بالكم، قال له ايه؟ قال له بولس الرسول ايه؟ قال له ايه؟ أيها الأخ شاول ابصر. المهم بصر، وبعد كده فقال إن إله أبانا قد انتخبك. ليه بقى؟ خلي بالكم اللي جاي بقى، لتعرف مشيئته وتعاين البار وتسمع صوت من فيه. تعرف إيه؟ مش كل الناس بتعرف. يبقى عشان عينيك تتفتح وتعرف الكنز وتقدره، ده نعمة من ربنا. قول له رب الدهاني يفتح عينك تبصر البار. مين البار ده؟ مين البار اللي ابصره بولس الرسول؟ ها؟ مين البار غير المسيح اللي هو المجد؟ تعرف مشيئته، ها؟ يبقى عشان تعرف مشيئته وتعاين البار وتسمع صوتا، تبقى تسمع صوته وتعرفه. فاذا ما ينفعش كنزين، ما ينفعش ايه؟ يبقى ده وده، عين على العالم وعين على ايه؟ على المسيح. مش معنى كده ان هنقولك سيب شغلك، لا بالعكس، ده شغلك هيبقى مظبوط وحياتك تبقى مظبوطة وتبقى كل حاجة مبروكة، بس مش هت ايه؟ مش هتضحي بالكنز ولقوا السمينة في سبيل كلام فاضي. وده اللي حصل اليومين اللي فاتوا. اهم حاجة هو الكنز. لما شفنا الزلزال بتاع تركيا، في ناس كان نفسها تضحي خلاص بالايه؟ بكل فلوسها، بس تطلع من تحت الايه؟ انقاض. كان لقي في الشقة دي، مش مهم ليا ايه، الشقة راحت، انا اقعد في العراء، اقعد في العراء ولا اقعد في اي حتة، هيقعدوني في مخيم. تخيلوا كده واحد كده، تخيلوا واحد تحت الانقاض بيقولوا له هات ايدك نطلعك، قال لهم هتقعدوني فين الاول؟ هتقعدوني في مخيمات وتشربوني ايه وتأكلوني ايه قبل ما اطلع؟ لا اموت احسن. ينفع الكلام ده؟ ممكن حد يعمل كده؟ ولا بس يقول لهم طلعوني اشم النفس، بس اشم نفس، طلعوني من تحت هنا انا بموت. عشان كده ماذا يستفيد الانسان لو خد كل كنوز العالم دي كلها وخسر مين؟ وخسر نفسه؟ ولا حاجة. ربنا يفتح عينينا نشوف الكنز الحقيقي، يفتح عيني اشوف الكنز الحقيقي واتعلق بالكنز الحقيقي، واعرف ان العالم كله حب التراب يتهدم، وزي ما شفنا كده في الزلزال كله راح كله راح كله راح. طب بعدين
ايوه، اصل العالم يفنى وشهواته تزول، كنوز العالم يفسدها السوس ويفسدها السارقون وايه وتصدي، وكمان اهي ادي التاريخ بيقول لنا وادي الاحداث بتقول لنا تتهد وتبقى ولا حاجه، العالم يمضي وشهواته ايه معاه، عايز انه كنز. يا رب افتح عينيا، قول له يا رب افتح عينيا بحيث اقيم الكنز بتاعك، وان انا ايه ما اطلبش كنوز الايه العالم، كنوز واهيه، كنوز العالم كنوز واهيه. فاذا اكتشافك للكنز واكتشافك للكنز حاجه مهمه جدا. انر عيني لئلا انام نوم الايه الموت، لئلا انام نوم الموت. مستعد تخسر؟ يقول اخسر مع المسيح، ممكن اخسر شويه، ايه يعني لما اقول بدل ما اقول كرامتي 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 وافضل في غل في غل من ناحيه فلان ولا فلانه وما سامحوش ابدا، ولو مش عارف ايه انطبقت ايه على ايه انا، طب بعدين ما انت خسران، حياتك بتضيع، خسران. تقول لا ما ارجعش عن السكه بتاع اللي انا ماشي فيها، انا عارفين واحد ما رضاش يرجع ها عشان كرامته، هيرودس بيحب يوحنا المعمدان، لكن ايه كرامته قال كلمه بقى، قال انا ايه اديكي لبنت هيروديه، اديكي ايه اديكي نص المملكه. فبعد ما قال اديكي نص المملكه يطلع صغير قدام الناس وما يديهاش نص المملكه، ويقول لا يوحنا غالي عليا، دي خطيه. خطيه ايه بقى؟ داس في الخطيه وهلك هيرودس. مستعد تخسر ولا عايز تدوس؟ تفضل دايس كده، دايس دايس دايس، لما فجأة يقول يفاجئهم هلاك بغتة، يفاجئهم هلاك بغتة. بولس الرسول كان في السفينة، وكانوا في السفينة 14 يوم، السفينة تايهة في البحر وبتغرق، الناس راموا أساس السفينة بأيديهم، مش مهم الاساس بتاع السفينه، مش مهم اي حاجه، المهم احنا ننجو، المهم احنا ننجو، خلاص نفسي هو اهم شيء. يا ريت نكنس كل يوم، كل يوم نكنس كنز، كل يوم اقول له يا رب احط حاجه على حاجه. عارفين اللي بيحوشوا بيعملوا ايه؟ بيحطوا ايه حاجه على حاجه على حاجه على حاجه، ويفرحوا كل ما الحاجه بتاعتهم تزيد، بس مش داريانين ان قلبهم مع مين؟ مع كنزهم. برضو اللي عنده روحيات يعمل ايه؟ يحط حاجة على حاجة، قلبك في قلبك، حط حاجة على حاجة، صلوة على صلوة على صلوة، على ماسكة في ربنا، على انجيل. تقولي مش قادر افهم، هتفهم بنعمة ربنا وهتعرف بنعمة ربنا وهتنمو في الروحيات، في قانون اسمه قانون النمو الزيادة، هتزيد كل من له يعطى وايه ويزاد. ربنا يبارك في الكنز بتاعك، كل ما انت تتعب ربنا يحط لك اكتر. فاكر زمان واحنا صغيرين لما كان ابائنا يقولوا لنا ايه تحط في الحصاله، ايه الحصاله بتاع زمان اللي هي شخشخ كده قروش يتحطوا فيها، ها الحصاله علبه علبه كده يتحط فيها قروش لها فتحه واحده، يقول لك تحط انت حاجه انا احط لك، بابا يقول لي ايه، يقول لك وانا كمان احط لك حاجه في الحصال، كل ما انت تحوش حاجه احوش لك حاجه. اهو المسيح كل ما احنا ايه بن ايه بنكنز، هو ما بيكنز لنا، هو كمان بيكنز لنا، هو كمان فوق في السماء. اهم حاجه هو الكنز بتاعي. يا ريت من فضلكم النهارده نطلع ونقول فتره الصوم ده فتره ايه؟ فتره اكتناز، اكتنز اشياء جميله جدا، فضائل، محبه لربنا، معرفه بربنا، ابذل مجهود، اوفر وقت من أجل حياتي الروحية، وربنا هيدينا كلنا، وعلى قد ما احنا هنكنس هو هيدينا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين. اليوم يوافق ذكرى 40 للمرحومة جوزفين جورج، ربنا يناح نفسها، وأيضا ذكرى سنوية لأحباء هنذكرهم إن شاء الله في القداس بإذن يسوع. جبني أوتت خاني في قوي معرفت أوفو أو أنجي بكرة